حذاري، وهذا همس لرئيس الوزراء الفلسطيني، لا تختم حياتك السياسية بضرب صحفي وقد فعلت، لا تختم حياتك السياسية بإغلاق مؤسسة إعلامية وقد فعلت، لا تختم وأنت ستخرج إلى الفضاء العالمي، ستلتقي دول أوروبية مختلفة وستلتقي شخصيات تتحدث بالحرية، بأي كلمات ستشرح لهم وستتحدث عن الحرية وفضاء العمل الصحفي؟ أتمنى أن تجيب في خلسة الليل بينك وبين الضمير وتحاكم، هل سلوك حكومتك يمكن أن يقدم لأمة تبحث عن حرية؟ أنتم تقتلوننا في المساء بوجع، وتنحروننا في النهار بوجع، وتسافرون تبتسمون في وجه على الأقل مؤسسات دولية تتحدثون فيها عن كرامة. الكرامة هدرت سادتي، شعبنا الفلسطيني على الأقل سنبقى الأوفياء.